نيفين استمرارا لمسيرة العودة وجمعة الوفاء لشهداء القدس. التفاصيل لديك، تفضلي. نعم، هذه الجمعة 19 لمسيرات العودة التي بدأت في 30 مارس الماضي ومستمرة حتى اليوم حتى تحقيق أهدافها، وأحد أهم هذه الأهداف هو رفع الحصار عن قطاع غزة. نحن هنا نتواجد في الحدود الشرقية لمدينة غزة وتحديدا منطقة ملكة. عشرات الشباب الفلسطينيين بدأوا بالتوافد إلى هذه المنطقة، لكن حتى اللحظة الأعداد قليلة نوعا ما. الفعاليات ستبدأ بعد صلاة العصر، تقريبا بعد نصف ساعة من الآن سيبدأ توجه الفلسطينيين من داخل مدن قطاع غزة إلى 5 مناطق رئيسية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بدءا من شمال القطاع وحتى جنوب قطاع غزة. وهذه الفعاليات سوف تستمر حتى مساء هذا اليوم، وتحديدا في الساعة 7:30 مساء. هنا العشرات من الشبان، من الأطفال، من العائلات يقفون بشكل سلمي أمام السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وبين الأراضي المحتلة. من المتوقع أن تكون أحداث هذه الجمعة هادئة نوعا ما مقارنة بالجمعات الماضية، خاصة أنه في هذه اللحظات يتم التباحث داخل أروقة حركة حماس حول إمكانية إبرام تهدئة على أرض الواقع بين حركة حماس وبين الاحتلال الإسرائيلي. وأحد أهم بنود هذه التهدئة هو وقف المسيرات هنا على الحدود الشرقية لمدينة غزة وإيقاف إطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية نحو المستوطنات المحاذية. المشاركة اليوم يعني متوقع أن يكون هناك مشاركة واسعة، كانت هناك حشودات ومنذ يومين كانت المساجد داخل قطاع غزة وسيارات الإذاعة في الشوارع تدعو الناس إلى المشاركة الكبيرة هنا على الحدود الشرقية، لكن رغم المتوقع أن يكون هنا أعداد كبيرة، خاصة أنه متوقع أن يأتي إلى هذه المنطقة أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس من الخارج والذين قدموا يوم أمس إلى قطاع غزة. متوقع أن يأتي بعد ساعات من الآن هنا على الحدود الشرقية صالح العروري وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وبالتالي متوقع وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين، لكن هناك توقعات بعدم نيفين. هل كانت هناك ضمانات أمنية قدمت للوفد الذي جاء إلى غزة وعلى رأس صالح العروري، ضمانات أمنية بعدم يعني المساس بأمنه الشخصي؟ نعم نعم، يعني صالح العروري هذا الرجل الذي يعد ربما من الرجال ذو وزن ثقيل داخل حركة حماس، ومن ربما يعد من الرجال الأخطر داخل الحركة وأحد أهم المطلوبين لدى الاحتلال الإسرائيلي، ودخوله إلى قطاع غزة كان بضمانات من قبل مصر ومن قبل الراعي لاتفاق التهدئة هو نيكولاي ميلادينوف، وعقدوا ضمانات مع الاحتلال الإسرائيلي بعدم استهداف صالح العروري أثناء تواجده داخل قطاع غزة، وربما هذه الضمانة ستجعل هناك سهولة في التنقل والحركة له داخل قطاع غزة أو قدومه هنا على الحدود الشرقية، وبالتالي هذه الضمانات هي دائما ما عادة تكون بإشراف مصري، حيث شهدنا خلال الأشهر الأخيرة عن تطور العلاقات بين مصر وحركة حماس خاصة أثناء رعايتها لملف المصالحة، ودخولها اليوم على خط التهدئة بين حركة حماس وبين الاحتلال. هل تم تسريب أي معلومات بشأن هذه المباحثات حتى الآن نيفين؟ نعم، حتى كان قبل قليل لنا اتصال مع أحد المصادر داخل حركة حماس وقال لنا أن حركة حماس قدمت عدد من الاشتراطات على الشروط التي قدمها نيكولاي ميلادينوف لإبرام التهدئة، وطالبت بعدد من التغييرات على هذه الخطة حتى تعمل حركة حماس على الموافقة عليها. وفعليا قال لنا هذا المصدر أن نيكولاي ميلادينوف استجاب لهذه التغييرات التي طالبت بها حركة حماس. نعم. وتم التباحث بها داخل القاهرة. نعم. واليوم المكتب السياسي بأكمله سنتابع داخل قطاع غزة معك يبحث ذلك. التطورات. نعم. وشكرا لك نيفين إسليم مراسلة الغد، كنت معنا من غزة.